يولد الإنسان بغير أسنان، ثم تظهر الأسنان اللبنية في سن 6 شهور و3 سنوات، وعددها 20 سنة، ثم تعوض بأسنان دائمة وعددها سنة عند الطفل و 32 سنة عند الكهل. يضم كل فك 4 قواطع و نابان و 4 ضواحك و 6 طواحن، ويتمثل دور القواطع في قطع الطعام، ويتمثل دور الناب في تمزيق اللحم، ويتمثل دور الضواحك والطواحن في سحق الطعام وطحنه، والطواحن أكبر حجما من الضواحك، وعادة تسمى بأضراس العقل. أحسنت، صفق عليك.